السنن الرواتب عندنا سنن مرتبة مع الفروض الخمسة. وفرد بخيق لاما زيتاني سنة لاما شديخ كنوين الفجر صلاة الفجر ركعتين شا عور لاما زا فجر لاما زا شي ركعتو سنة الفجر ركعتين قبل الفجر تحق تون ثاني دول سنة تصول حلق ديش دون شي ركعت دون الظهر أربع ركعات دل لاما زا ظهر ويدي ركعتو من السنة أن نصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات أحق سنة لاما شا دل لاما زين حلق دلي شي ركعتون يدي ركعتون وبعد الظهر ركعتين يوخ دل لاما زين شو دها شي ركعت سنة لاما زدون المغرب ثلاث ركعات مغرب ومركز لاما زقو ركعتون ومن السنة نصلي ركعتين بعد المغرب تون ثاني دو سنة مركز لاما زين شو دها شي ركعتون العشاء أربع ركعات عشاء بحور لامزة دي ركعت دوي ومن السنة نصلي ركعتين بعد العشاء تحتين ثاني دول سنة إشتا بحور لامزة دين شو تيح شي ركعت دوي كذلك عندنا صلاة الوتر أقل عدد صلاة الوتر ثلاث ركعات هذا أقل لكنه كامل مستحب يوخا ويتر لامزة دوحن ويبوصل دينها إذا بيوسان ديشتا لامزة دو إذا أقر كيزغ دلاح قوش بار ميع دو إذا قرأ ركعات يعني وأقل القليل ركعة واحدة تحق دلاح تولك إزغ تولك إزغ ديغ تحرك أحتا دتر لام السنة أن يوتر قبل أن ينام تح سنة يعدو يوتر لامزة دارة يتحرك أحتا يقرأ كاحتي لامزة دارة صلاة الوتر تبدأ من صلاة العشاء من الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر. تأخذون خن ما تأخذون أتويتر لامزي إذا بحر لامز دين شو تأخذ عدل شو تأخذ عور لامز تأخذ شو تأخذ قاعد يوم خن يوم